اوكي، خلينا نبدأ في Intermediate Machine Learning Course على الكاجل. الدرس الأول بديني ملخص للشغلات اللي احنا بدنا ناخدها. بدنا نشوف كيف نتعامل مع Missing Values والCategorical Values، بدنا نشوف كيف نعمل Pipelines، كيف نعمل Cross Validation. هناخد ألغوريثم تاني متقدم زي Random Forest اسمه XGBoost، وحنشوف موضوع Data Leakage اللي هي الأخطاء اللي ممكن إنه احنا نقع فيها، وبتوهمنا إنه احنا جبنا موديل ممتاز ولكن هو في الواقع مش ولا بد. تمام، فهنا في Exercise Your First Exercise إنه أنا أعمل Submit للكاجل Competition، فأنا حتركوا لكم إياه إنه أنتوا تعملوا لا سبميت للهاوس برايز كومبيتيشن فور كاجل ليرنرز. هذا اوريدي انتو عملتوا سبميشن، واعتقد جبتوا قديش اقل ايرور كان 20,000. تمام، فاعمل سبميت كمان مره بالاكسرسايز هذا. تمام، وبدنا نبدأ في الدرس الثاني Missing Values. طيب، أجيت الميسينج فاليوز هذه يعني شغله موجوده في الريال داتا سيت، هذه ما فيش مفر منها. يعني في كثير حتكون انا عندي بيانات فيها ميسينج فاليوز. ميسينج فاليوز ممكن تكون انه المعلومه مش متوفره، تمام، او انه المعلومه مثلا انه يعني اللي احنا طلبنا منه المعلومه رفض انه هو يفصح عنها. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي سيرفي، والسيرفي هذا رحت سألت انه مثلا بدي اشوف ايش يعني زي الداتا سيت تبعت السيرفي، انه انا بسأله ايش لونك المفضل، ايش الموسيقى المفضلة، ايش الافلام المفضلة، فبروح بسأله قديش الدخل تبعك، في برفضوا انه هم يحكوا عن هذه الشغلة ويخلوها فاضية، فبالتالي تعتبر missing. او على سبيل المثال لما انا جمعت الداتا بيس تبعت الهاوسز، انه مساحة الغرفة ما كانتش متوفرة، او القياس تبعها او المعلومة هذه ما كانتش موجودة، فبالتالي سجل هذا البيت انه موجود انا عندي 2 bedrooms لكن قديش مساحتهم مش معروفة او مش محددة، فبالتالي بتكون انه الفاليو محطوطة كنعم. الان كيف بدنا نتعامل مع هاي الشغلة؟ ليش احنا مضطرين انه احنا نتعامل معها؟ لانه الماشين ليرنينج algorithms ما بتحبش الميسنج فاليو، بتسبب يعني مشاكل في الأداء عندها، فبدنا نعالجها. فينا عندي 3 طرق للعلاج. الطريقة الأولى أنا أريح رأسي وأعمل دروب للميزنج بدون أدنى تفكير، يعني هذه أبسط طريقة، هذه واحدة من الطرق، هي الأفضل. بقدرش أحكم، لا لسه بقدرش أحكم. كيف بدنا نحكم؟ بجيب الإيرور هنا، الإيرور في الطريقة الثانية، والإيرور في الطريقة الثالثة، بقول ساعتها آه والله أفضل طريقة كذا. تمام، طبعا احنا متى ممكن نروح بهذا الاتجاه؟ زي ما شفنا في الاتريبيوت تبع الكابين بالضبط، ميسنج فاليو كثيره، فبالتالي بروح باتجاه قرار باتجاه انه انا بدي اعملها دروب. فالدروب انه على سبيل المثال لو كان في عندي 2 كولومز، تمام، انه عدد البيدرومز هنا وعدد الباثرومز اللي موجوده في هاوس معين، فلو كان انه هذا العمود حتى لو كان فيه بس وحده ميسنج بعمل له دروب، فبالتالي الناتج انه بيكون عمود الباث بدون عمود البيد رومز. تمام، الاسلوب الثاني اللي يعتبر افضل انه نعمل امبيوتيشن. امبيوتيشن راح يكون هو عباره عن استبدال للقيم هذه او تعبئه للقيم هاي بقيم معينه. يعني على سبيل المثال ممكن نحن نعمل بالمين، تمام، او بالمود اذا كانت انه هذه كاتيجوريكال اتريبيوت. هنا في عندي عمودين، انه انا عندي هذه الفاليو ميسنج، بروح باخذ المتوسط
متوسط 1 + 2 + 3 بقسم على قديش؟ على 3، مجموعهم على عددهم بيطلع انا عندي 2، هاي القيمة الميسنج، هاي المتوسط. في هنا عندي طريقة تانية هي تعتبر extension للimputation، بروح بستبدل، بس بقول للماشين ليرنينج الجوريثم، بقول له خلي بالك هنا في كانت قيمة مفقودة، ممكن يتعلم من هذه المعلومة شيء معين، يقدر انه هو يستنبط شيء معين. يعني على سبيل المثال انه انا عندي هنا البيدرومز والباثرومز، هنا في عندي ميسنج صحيح استبدلتها، تمام، بس بدي اضيف عمود اضافي انه بيد واز ميسنج، بحط انه اقبال كل سجل فولس فولس فولس، اقبال القيمه اللي استبدلتها بحط ترو، انه هذه القيمه كانت ميسنج واستبدلتها بالمين بالمتوسط، تمام. ممكن تدل المعلومه هذه او تخليه انه هو يتعلم نمط معين ممكن انه هو يفيد. الان افضل طريقه من الطرق هذه بقدرش اجزم، بدنا نتعود هذا الكلام، بقدرش اقول انه والله خلاص بدي استخدم الطريقه هذه وانا مغمض دائما ما استخدمش غيرها. بدي اجيب الايرور هنا، بدي اجيب الايرور هنا، بدي اجيب الايرور هنا زي ما حنشوف في الكود الان، وساعتها بقول والله الطريقه الفلانيه هي اللي بعتمدها وبطبق. زي ما في الموديل، في الماشين ليرنينج موديل، في البارامترز ما كناش نقول انه والله افضل بارامتر كذا او افضل الجوريثم كذا، بجرب وبعديها بعتمد الفاينل موديل. هنا نفس الفكره. كيف الكلام هذا حنعمله في الاكزامبل؟ انا عندي حنعرف داله اسمها السكور داتا سيت. ايش الوظيفه تبعتها؟ انه هي حتطبق البروسيس هذه اللي هي الفيت والبريدكت والايفالويت، عشان انه ما ضلنيش انه انا اكررها، تمام، وبدي احسب وبدها ترجع لي المين ابسوليوت ايرور اللي على اساسه حقرر مين افضل، مين يعني اي طريقه افضل من هاي الطرق، تمام. طبعا هاي الداتا سيت او هاي الداله هايها سكور داتا سيت، ايش اديته؟ لترين الاكس ترين والاكس فاليد والواي ترين والواي فاليد، عرفت الموديل، عملت فيت، عملت بريدكت، عملت ريتيرن للايرور، تمام. الان بدنا نشوف كيف بدنا نعمل الطريقه الاولى في ككود. كيف بدي احدد الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو؟ طبعا التايتانيك داتا سيت كم عمود فيها كان؟ تايتانيك كم عمود؟ كلهم 12 عمود، عددهم محدود جدا. لكن لما تكون الداتا سيت انا في عندي فيها 40 عمود او 60 عمود او 80 عمود، بنفعش هذا الاسلوب انه انا اقعد اطبق هذا الكلام، فبدي بالكود احدد ايش هي الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو، تمام. فبروح بعمل لوب انه انا بدي اعمل ليستا زي هيك، وبروح كلوب، تمام، وبقول انه لف لي على كل الكولومز، تمام، واعمل لي هنا انه يعني عفوا عبي لي الكولوم هذا في الليسته هنا اذا كان الكولوم في ميسنج فاليو، تمام. واضحه هذه ككود ولا ابسطها اعملها سمبليفيكيشن اكثر؟ واضحه بتصور. طيب هيك صار في عندي لسته تحتوي على اسماء الاعمده التي فيها ميسنج فاليو، تمام. بروح بطبق هذا الكلام على الترين وعلى الفاليد، بروح بعمل دروب لهذه الاعمده وبقول له اكسس بتساوي 1، اعمل دروب لاعمده، وبروح بحسب الايرور المين ابسوليوت ايرور، مجرد ان انا استدعي هاي الداله اللي احنا اوريدي عرفناها هنا. قديش جاب لي؟ 183,000. يبقى شفنا هذا الكلام ككود بسيط جدا، بحدد الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو بروح بعملها دروب. الاسلوب الثاني الامبيوتيشن بالضبط. فبدي استدعي كلاس، واضح من النيمينج كونفنشن انه هذا عباره عن كلاس سمبل امبيوتر الاس كابيتال، وبعمل يعني موجود في اي موديل اسكيلرن امبيوت، تمام. بروح بعرف منه اوبجكت، بروح بحكي انه
imputed X train بخزن النتيجة في data frame جديد bd dot data frame my imputer. هنا في عندي fit transform. كيف؟ الفيت ترانسفورم هدول عبارة عن two methods. خليني افتح لك الكلاس هذا في الاسكيلير. ايش في عندي دوال هنا؟ عندي هاي الميثودز، في عندي فيت، في عندي ترانسفورم. فيت اول واحدة، ترانسفورم هيها، وفي فيت ترانسفورم. فيت ترانسفورم بتروح كأنه بطبق التو ميثودز، بضل لا نعرف انه كل ميثود من هدول شو بتسوي. الفيت بتروح بتحسب المين، الترانسفورم تستبدل. فيت ترانسفورم احسب لي المين وبعديها استبدل الميسنج بالمين، تمام؟ بالضبط، بدل ما انا احسب المين في خطوة والهادي في خطوة بعملها بالضبط، تمام؟ وديته هنا الاكس ترين. الان في التست داتا ايش رحت عملت؟ بس ترانسفورم، لا مش نفس الاشي. في الترين عملنا بس فيت ترانسفورم، في الترين عملنا فيت ترانسفورم. في الفاليديشن سيت عملنا بس ترانسفورم. معنى ذلك انه ايش حيسوي؟ حيستبدل. وايش حيستخدم؟ المين تبع الترين اللي اوريدي انحسب، تمام؟ والسبب في ذلك انه لو انا استخدمت المين تبع التست يعتبر هذا برضه من الغش في الموديل، انه انا بروح باخذ معلومه من التست وبقول له بغشش وبقول له خلي بالك المتوسط تبع التست هيو هالقد وهالقد، والمعلومة هذه ما بتكونش اصلا متوفرة. احنا لسه الان في مرحلة بناء الموديل، لكن لو دخلت الموديل هذا في الخدمة، يعني على سبيل المثال لو انا عملت تطبيق على الجوال وقلت له روح انه مثلا لما بالكاميرا اعلم على اوبجكت معين يروح يجيب لي انه شو الاوبجكت هذا، هل هو كات ولا دوغ. لو كان في ميسنج، هل في عندي معلومة عن المتوسط في التست؟ انا في عندي بس just one example، فبالتالي هذه المعلومة مش متوفرة، تمام؟ صحيح، يعني هو بيدور على باترن معين الموديل، انه بروح ببني، هو بيشتغلش رول بيست، انه بقول والله اذا كانت الروم 2 او اذا كانت الروم 3، لا، يعني هذه الشغلات بتكون مثلا في الديسيجن تري. لكن انه بيشتغل بنمط انه اذا كانت عدد الروم اكبر من كذا فبالتالي السعر بيكون كذا. هذه شغله. الشغله الثانيه انه هنا في الامبيوتيشن، في الامبيوتر بقدر اعرف هنا في الكونستراكتور كيف بدي اتصرف. يبقى هنا عبارة عن استراتيجي، الاستراتيجي هيها باي ديفولت هي عبارة عن المتوسط. ممكن ايش؟ بدل يعني امرر غير هذا الديفولت، لا ما مررت هذا. ممكن انا عندي الميديان، وفي انا عندي هنا الموست فريكوينت، وفي عندي هنا الكونستانت. الميديان اللي هي القيمة اللي في الوسط، الموست فريكوينت القيمة الأكثر تكرارا، كونستانت زي كأنه في الـ NA وبحط له فاليو معينة، تمام؟ فلو انا بدي اعبي بالمتوسط وبدي اياها تكون كانتجر فاليو، بروح بعملها زي كماب فانكشن، بروح بطبق انه يعني طبق الكونستانت، والكونستانت هذا بيكون انه او عفوا بطبق انه انا بدي يعني بعملها خارج هاي الشغله، بعملها خارج هاي الشغله، بعملها خارج الامبيوتيشن. انا كنت بدي اقول انه هنا في الامبيوتيشن بقدر اعملها امبلمنت، لكن لا، بعملها خارج الامبيوتيشن. انه انا مثلا بعمل عمود جديد او بروح بلف على كل الاعمده، اذا كانت ميسنج بروح بجيب المتوسط
تمام، وبروح بحوله لانتجر وبحطه وبعمل ست في هاي الفاليو هنا. طبعا هاي العملية انه يعني بتشيل اسماء الاعمدة، فبروح برجعهم انه ال x imputed x trained columns بتساوي columns. بعتقد انه هذا الكلام في نسخة 23.1 بطل في له داعي، تمام، بس انه هذه جست انه ستيب انه الامبيوتيشن بروح بشيل اسماء الاعمدة، فبروح رجعتها ثاني. الخطوة اللي وراها شو عملت؟ حسبت السكور قديش طلع معي، 178,000. بنقارنه في اللي فوق قديش كان؟ 183,000. واضح جدا انه الامبيوتيشن افضل. ضايل الاسلوب الثالث. الاسلوب الثالث شو بسوي؟ رحت اخذت نسخة من البيانات. طبعا هاي الشغلة انا ليش بسويها؟ لانه انا بدي اعمل تغيير على البيانات، عشان لو ما ظبطتش انه هي نسخة البيانات اللي عندي موجودة ما عدلناش عليها، لانه بديش اضطر اقرا البيانات من الفايل كمان مرة، خلص خليها في الذاكرة انه انتشت وبرجع، فباخذ منها نسخة، تمام، مش ريفرنس. بقدرش اقول انه اكس ترين بلس بتساوي الاكس ترين. لو عملت هذه الشغله انه زي كانه انا عندي اوبجكت ثاني بس اثنين بيأشروا على نفس المكان في الذاكره، لو صار تغيير في مكان بتغير في مكان ثاني، فبروح باخذ كوبي. اخذت كوبي للترين والفاليديشن، رحت لفيت على الاعمده هذه واحد واحد. شو عملت؟ رحت ضفت عمود جديد. ايش اسمه؟ اسم العمود الاصلي زائد was missing زي ما هو موجود. وين؟ هنا. هنا زي هيك. يبقى هنا اسم العمود الاصلي bid بعديها underscore was missing، تمام. وايش بروح بعبي؟ انا بدي انه يكون انه الاسنال، احنا كنا نجيب السم لها، لكن الاسنال انه بتجيب لي قبل كل سجل انه ترو او فولس اذا كان ميسنج ولا لا، وهو المطلوب. فبالتالي بروح بعبيه انه هنا هيو فولس فولس فولس، بعد هذه انه هي ترو لانه كانت ميسنج. وهنا نفس الشيء بالنسبه للفاليد. هيك بنكون خلصنا، تمام. لسه ما خلصناش، عفوا، يعني هيك بنكون خلصنا الخطوه الاولى. يعني احنا ايش عملنا؟ عملنا الاعمده. ضايل ايش اسوي؟ اعمل امبيوتيشن ريبليس. الامبيوتيشن نفس الخطوات السابقه، بروح بطبقها وبحسب السكور قديش طلع معي. 178.9. هنا 178.1. مين اقل؟ بالضبط. فبالتالي الكونكلوجن هنا انه ابروتش 3 انه الاكستنشن للامبيوتيشن بيرفورم سلايتلي ورس ذان ابروتش 2، شويه يعني شويه اسوء، تمام. فبالتالي بنروح نختار الاسلوب هذا انه يعني هو الافضل والاسلم. لا، بعد التقسيم. قبل التقسيم بيصير غش، لأنه أنا زي أخذت جزء من البيانات في التيست، جزء من البيانات اللي هو التيست، وأخذت معلومات عنه في حساب المين، وهذا غلط. فبالتالي المين تبعي بتعدل، بيأثر. هذه الشغلة. الشغلة الثانية الآن رح نشوف الكاتيجوريكال اللي هو الدرس اللي وراه، حلاقي انه على سبيل المثال انه ممكن الاقي كاتيجوري في الترين ما الاقيهاش في التست. يعني ممكن الاقي مثلا انه لو كان انه العمود هذا عبارة عن انه الكلر، ممكن الاقي احمر واخضر واصفر في الترين، في التست ممكن يكون في لون جديد مش موجود، فبالتالي يعتبر غش برضه انه اخذ هاي المعلومات. بالضبط.
عشان يكون الموديل تبعي انه فعلا لما ابني الفاينل موديل واروح اسلم انه فعلا بيطلع لي نتائج افضل، يعني ما يغركيش الايرورز اللي بيطلع لك اياها انه والله الايرور اقل او اكثر. فبتلاقي انه يعني كثير هذه الشغله انه حتواجهوها، انه انا في الموديل انا ببنيه بروح بجيب لي ايرور كثير ممتاز او يعني انه ايرور كثير قليل، بس تعال اعمل سبميت بلاقي حالي كثير كثير بعيد. طيب هذا الكلام احنا ممكن نطبقه هنا كاكسرسايز، بيكون يعني بده يطلب منكم انه انتم تسووا الثلاث اساليب هدول وتشوفوا تحددوا مين هو الافضل. طيب خلينا نحل الاكسرسايز. شغل السيت اب، وهنا هنا عندي الفول ديتا والفول تكست والفول تيست، تمام. عمل دروب للان اي، لاحظوا هنا انه حط الاكسس بتساوي زيرو، معنى ذلك انه على مستوى الصفوف، بس مش انه الصف اللي بيحتوي على ميسنج فاليو انه يشيله، فقط اذا كان العمود تبع السيل برايس يحتوي على ميسنج بشيله، اما الباقي بده يعمل له هاندل لانه التارجت هذا ما ينفعش انه هو يكون ميسنج. فبالتالي بصير بشيل السجلات اللي فيها السيل برايس ميسنج، اما البقيه بخليها لو كان في ميسنج في اعمده ثانيه، تمام. جهز الواي وجهز الاكس، تمام. في عندي هنا هذه الميثود رح تريحكم كثير، سيلكتد تايبس، انه بكتب اسم الداتا فريم سيلكت دي تايبس، وهنا بتاخذ تو باراميتر يا اما اكسكلود يا اما انكلود. لو حطيت له اكسكلود وهنا اوبجكت بروح بستثني كل الاعمده اللي فيها بالضبط. تمام؟ وهذا الكلام برضو عامله على التست. هنا عمل train test split، فجهزت البيانات بهذا الشكل. عم بدي اشوف الهيد تبعت الترين. هنا عندي خمسة أعمدة، خمس سجلات، لأنه هيد 36 عمود. شوف البيانات كلها أصلاً قديش. ألف ومية وثمانية وستين صف. طيب أول حاجة بدنا نشوف الشيب تبع البيانات قديش السايز تبعها، وبدنا نشوف الأعمدة اللي فيها missing value بالضبط. فبالتالي هنا بروح بطبع فقط الأعمدة أكبر من زيرو بالضبط. فبالتالي أنا عندي الشيب 1168 زي ما شفنا، في هنا عندي هذا العمود فيه 212 value، هاي فقط في 6 قيم، هاي فيها 58. طيب هجيت السؤال الآن، how many rows in the training dataset؟ بالضبط. فبحكي انه انا عندي الداتا فريم دوت شيب، وبحكي انه انا بدي اخذ اوف الزيرو، لانه هي ايش بترجع لي هنا الشيب، يعني ممكن انه احطها هنا فوق. انا بحكي بدي ارجعها كطبل، فبدي الاندكس زيرو، فعشان هيك انه هاي الاندكس زيرو، تمام. يا اما باخذها نسخ ولصق بهذا الشكل. طيب قديش عدد الاعمده اللي بتحتوي على الميسنج فاليو؟ ببساطه بالضبط، انا عندي هذه الليسته فيها الاعمده اللي فيها ميسنج كولوم، فمجرد انه انا بعمل لين لهذه الليست او بحط له ثلاثه مباشره. نعم. لا، هنا number of columns with missing value، فأنا جبت اللين تبع هذه الليست.
انا بس بجيب كلهم في هذا كله في مرضش. اوكي فهمت. تمام. total missing انا بعمل صم لهذا الكلام. تمام، ممكن نتأكد هنا. ميتين وستة وسبعين اللي هو 212 زائد 6 18 زائد 58 276. فبالتالي بعمل تشيك للانسر، it is correct. Part B. What do you think is likely the best approach with dealing with missing value? ايش الإجابة؟ I don't know. شعر بدنا نشوف حسب الايرور. حسب الايرور بالضبط. تمام، حسب المين ابسوليوت ايرور. طيب هنا راح اعرف لي يوتيليتي فانكشن، اعرف لي يوتيليتي فانكشن سكور داتا، بديها كل الداتا سيت. ايش بسوي فيها؟ بعرف الموديل، بعمل له تريننج، بعمل بريدكشن، بحسب الايرور، بعمل له ريتيرن. فحتريحني لما اعمل كل مره. تمام، الان انه get the names of the column with missing values، كيف ممكن اجيبها؟ هنا بعمل call columns with missing val بتساوي عباره عن list empty list. ايش فيها؟ column for column in اسم الداتا x dot columns if the column is an A. لا، نفس الفكرة، بترجع true false. فبالتالي هنا نحكي انه الـ X-train بدنا نعمل دروب. اوكي طيب نحسب المين ابسوليوت ايرور بعد ما عملنا دروب. تمام، 17178000 17000
17,000. نجرب الامبيوتيشن. بعرف امبيوتر تساوي، بعرف اوبجكت منه، تمام. وطريقة الابليكيشن هنا انه هنا عرفها كديتا فريم ولا مباشرة. اوكي، هنا هي هذه فتة ترانسفورم، واللي تحت وي اكس فاليد. انا بس برجع، ليش هذه بترجعش داتا فريم؟ لو نرجع الكولومز يبقى هنا اكسترين دوت كولومز. تمام، نحسب الايرور 18 اكثر. نجرب الاسلوب الثالث، مش مجرب الاسلوب الثالث. اوكي، شفتوا انه هاي المرة انه طلع الدروب انا عندي احسن، مش دائما بطلع انا عندي الامور زي هيك. فبالتالي انه بدي ابني الفاينل موديل بري بروسيس تريننج تريننج فيتشرز. يبقى الفاينل انا عندي شو بدي اطبق؟ الدروب. وهنا بحسب له الايرور، يبقى انا عندي هنا اكس هي شو الداتا اللي بدي استخدمها هنا. كيف reduced؟ لا، انا عندي الفاينل هنا اخر حاجه. انا ما بدناش نعيد نكتبها. اوكي، نحسب 17,000. طبق نفس هذا الكلام، الاكس تيست دروب، بدي له الكولومز، الكولومز with missing val، الاكسس تساوي 1، والبريدكشن ايش اسم الموديل تبعي؟ فاينل موديل ولا موديل؟ موديل بريدكت. لقيت انا في عندي هنا نعم في الاكس، فبالتالي بدي اعمل هنا سيل، اعمل هاندل is name dot
ايش الأعمدة اللي فيها missing؟ طيب اوكي الاكس تيست 2 تساوي الاكس تيست دوت او الامبيوتر تبعي احنا اللي فوق اسمه امبيوتر دوت ترانسفورم مش فيت ترانسفورم وهنا نعمل drop الاكس تست 2 زي هيك كيف؟ فاحنا عملنا الامبيوتيشن قبل ولا بعد؟ قبل الدروب ولا بعد الدروب؟ امبيوتيشن بعد الدروب؟ فجيت بقول لي انه هدول مش موجودين فالترانسفورم هنا ما بتنفعش بدنا كمان امبيوتر اوكي امبيوتر 2 تساوي نعمله فيت على وين؟ على الداتا سيت هاي على الريديوست صح؟ معايا ولا مش معايا؟ وهنا بنعمل الاكس بتحتوي على 36 فيتشر
بهذه الخطوة بنقدمها، نعمل دروب. اوكي وايش اللي بيصير؟ انه في لازم نعمل دروب ونطبق هذا الكلام على الفاينل، صح هيك الترتيب؟ كيف؟ كيف؟ يعني هذه هيك وارجع اعمل run all من البداية، اي run before بحكي لي انه اصلا هاي الداتا سيت الفاينل صح عملنا دروب للاعمدة بس في السجلات انا عندي missing value. صحيح فلازم نعملها هاندل. وينهم؟ صحيح. لا انه احنا اتفقنا انه الاعمدة اللي فيها ميسنج حذفناها من التريننج، ما ينفعش احذف اعمدة مختلفة في التست. يعني الموديل الان هنا لما احنا بدنا يعني حددنا انه الفاينل مش هي الريديوست اكس محذوف منها كم عمود، ما ينفعش انه انا عندي في التست اروح احذف اعمدة غير الثلاثة. ليش؟ لانه الموديل اتعلم على هدول الاعمدة خلاص، فبدي اضطر انه انا اعملهم هاندل. الهاندل من خلال الامبيوتيشن، فرحت عرفت امبيوتر تاني عملت له فيت وين على الريديوست ترين. بنفعش انه اعمل فيت ترانسفورم على نفس التست ديتا لانه يعتبر نوع من الغش، ورحت طبقت على الفاينل تست ديتا سيت الان كوركت. كيف؟ انه هذه كانت انه اكس تيست 2 غيرتها الفاينل بتساوي انه عملت لها امبيوتيشن وعملت بريدكت للفاينل. بس هاي الخطوات واضحه ولا اوضحها ليش صار زي هيك؟ خبرك يعني اعرف كيف؟ حكيت القصة من الأول إنه إحنا إيش جربنا؟ جربنا imputation وجربنا الدروب. إيش طلع إنه أحسن؟ الدروب. دروب لا كم عمود؟ ثلاث أعمدة. رحنا إجينا على التست الثلاث أعمدة هدول عملنا لهم دروب. الأعمدة الباقية فيهم missing على مستوى السجلات. بقدرش أعمل دروب. شو السبب؟ لانه الموديل اللي احنا لما عملنا له ترين عملنا ترين على الداتا بعد ما عملنا دروب لثلاث اعمده، ما ينفعش اعمل دروب لاعمده غير هدول. الدايمنشنز تبع الترين والتست لازم تكون نفس الشيء، فما ينفعش اعمل دروب لاعمده اضافيه. فعشان هيك بدي اضطر اعالج الميسنج هنا. صحيح بالضبط، التست فيها ميسنج وبنفعش اعمل دروب لاعمده. خلص بدي اتقيد بالاعمده الثلاثه اللي تم تحديدها
في شو اسمه في الـ في الـ في الابروتش بالضبط في التريننج. هاجيت بقدر اكتب البيانات زي هيك وهنا بعمل submit.